الثامنة بتوقيت غرينتش، والحادية عشرة بتوقيت السعودية. ساعة جديدة من العربية. وفي أبرز العناوين: إسرائيل تقرر عدم إرسال الوفد المفاوض للقاهرة بانتظار رد حماس على المقترح. تحذيرات إفريقية وأممية من هجوم الدعم السريع على الفاشق وتداعياته على المدنيين. زيلينسكي يشكو من تباطؤ وصول السلاح الأمريكي وضآلة كمياته. في ملفاتنا الخاصة، احتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية تتسبب بضغوطات ديمقراطية على بايدن. الهدنة في غزة تتأرجح، وفد حماس شاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أسقطت مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر. ولدينا أيضا زيلينسكي يشكو من بطء تسلم الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا. حياكم الله. الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد الهدوء الحذر، هذه النشرة انتهت. شكرا لكرم ولطف المتابعة، شكرا رجاء، شكرا لك نايف، شكرا لكم مشاهدينا. نعود ونلقاكم غدا يمن الله.